إذاعة المونستير، الصوت الحر. سياحة في كتاب. سياحة في كتاب. مستمعينا الاعزاء، طابت اوقاتكم وانعمتم مساء. حتى انعادت الشتويه وحتى انعاد البرد، ففي جرابنا من دفء الكلمات، من دفء المشاعر، ما نتغمد به كثير من الاصدقاء الذين يسيخون السمع ويسيحون معنا في دنيا الكتاب. هي سياحة فكرية ممتعة لا شك، وهذا المساء ستكون متنوعة في أكثر من كتاب. سياحة هذا المساء ستنقلنا إلى هناك، إلى الضفة الغربية، إلى الجانب الغربي من بلادنا، إلى الجزائر الشقيقة، وإطلالة على الأدب الجزائري مع ثلة من الأصدقاء الكتاب، أعضاء اتحاد كتاب الجزائريين. واللقاء هو على هامش اتفاقية مشتركة بين اتحادي الكتاب في تونس والجزائر. سيكون لنا لقاء مع يوسف شجرة، رئيس اتحاد الكتاب التونسي الجزائريين. أحيانا خطأ في التسمية له أكثر من دلالة، إذ لا كاد يكون فرق بين تونس والجزائر في مجال الأدب. بالإضافة إلى الشاعر نور الدين طيبي والشاعر علي بوزوالغ. على هذه الإيقاعات، إيقاعات القانون، نفتتح السهرة كالعادة مع إيقاعها الحنين، مع إيقاعها الدافئ فيروز. ألف موسم في ال...
القنفل والضل حد الضل حد الضل وما يضل بالقنديل نقطة زيت وما يضل بالقنديل نقطة زيت شكرا منجي على هذا النغم وتحية للجميع وعودة إلى السياحة في كتاب ولكن كتاب الليلة كتابه مفتوح إلى أبعد من كل التخوم خاصة تخوم البلاد الغربية وإلى عنابة والجزائر والتيبازا وسكيكدا إلى حيث الأصدقاء يوسف شقرة نور الدين طيبي وعلي بوزوالغ. مرحبا أستاذ يوسف. مرحبا صديقي وأخي محمد بدوي وتحية طيبة لكل مستمعي إذاعة المنستير وكل العاملين فيها. شكرا. أكيد أنا في شوق غبت منذ ساعات عن الصديق نور الدين طيبي واشتقت إلى صوته وأكيد سنستمع إليه. مرحبا أخي نور الدين. نور الدين نعم مرحبا بكم مساءكم سعيد ومساء الثلاث الجميل وكل البهاء الذي استقبلنا في تونس نستقبله بقلوبنا المحبة لكم دائما محبة للفرح ومحبة للشعر. العفو. وستكون تحية شعر فيما بعد. الشعر علي بوزوالغ مرحبا. مرحبا بكم مرحبا بما عندكم. العفو. ومرحبا بمستمعي إذاعة المونستير. شكرا. أكيد هذا اللقاء اليوم الختامي لهذه ثلاث أيام في ضيافة اتحاد الكتاب التونسيين وأخي يوسف والجماعة مبروك هذه الاتفاقية التي تم إمضاؤها ونتناول على الأقل الجانب الأدبي منها ونحن في برنامج أدبي فكري ثقافي. أكيد مش إبداعات قادمة ستكون سواء في كتب مفردة ونحن في سياحة في كتاب أو في أعداد مفردة من مجلة الاتحادين لهذا الأدب أو ذاك. شيء مؤكد وأكيد أن هذه الاتفاقية بحرارة توقيعها وحرارة قيادة الاتحادين ستكون دفع قوي للحراك الثقافي واحتكاك المبدعين ببعضهم البعض وأيضا فاتحة خير لمستقبل مورق إن شاء الله في القريب العاجل. والشعر يوسف شقرة حظه من الإبداع وحظه هل شغلك الاتحاد إلى حين أو إلى حد ما عن الإبداع الشعري؟ صراحة صديقي محمد البدوي أنت في موقع لا تحسد عليه في رئاسة اتحاد الكتاب وأعتقد أنك تحس بالجرح والألم الذي يعيشه المبدع وهو يتولى مسؤولية هي من الأكيد أنها تشغله في كثير من الأحيان عن اهتماماته وكتاباته الإبداعية وأيضا تقلل من هاجسه الإبداعي ومن نتاجه الفكري شيء طبيعي جدا لأن العقل مسكون بكثير من اهتمامات الكتاب وانشغالاتهم والتسيير الإداري هو في الحقيقة يتعب المبدع كثيرا لأن المبدع كما تعرف صديقي هو إنسان حالم هو إنسان محب للجمال للحرية للتجوال هنا وهناك التزود من الشارع بتلك الأحاسيس والمواضيع وبالتالي هذه كله يحرم منها في لحظات التسيير الإداري فتقلل وتجبح
هناك جماح هذا الجنوح للفارس الذي يحب الانطلاق. وأنت تتحدث عن هذا الفارس، أكاد قلت تتحدث عن نور الدين طيبي الذي قال عنه عزي المهوبي نورس الشعراء وقديس النوارس البحرية المطلة على فوكة، مثل ما يكتب ويقرأ ومثل ما يقرأ ينحت من بحث الصوت مواويل الشعر المفجوع. قلنا له مرارا لقد تأخرت كثيرا في إصدار مجموعة شعرية، وقد مضى على وجودك شاعرا في مملكة الإبداع 20 عاما، فكان يرد لم يحن الوقت، الوقت حان لتكون للماء زغرودته وللشعر المائي صوت جميل، وأجمل ما فيه أنك تحبه لأنه صدق. هكذا تحدث عزي المهوبي عن نور الدين طيبي في زغرودة الماء. أخي نور الدين، زغرودة الماء وهي إحدى قصائد هذه المجموعة، وأحسست من قراءتها أنك أهديتها إلى المبدع الراحل بختي بن عودة، وهذا الكتاب مسكون بالماء وبالبحر، أكيد يحمل دلالات كثيرة جدا ومجازات عديدة من خلال هذه الإبداعات التي تأخرت طويلا. لماذا كل هذا؟ لأنك لا ترضى على إبداعك فتستبقيه سنينا حتى يخرج معتقا للناس. عندما تحب الناس وعندما تخرج إلى الناس الذين تحبهم دائما تحاول أن تأخذ وقتك لتخرج في أجمل صورة ممكنة. الفضاء الشعري في العالم ليس بحاجة إلى مجموعة جديدة تخرج كل يوم، إنما هو في حاجة إلى شيء جميل يضيف إلى الجمال وإلى القضاء أو إلى الإناء المثل الشعري العربي والإنساني. لذلك إحنا عندنا مثل في الجزائر يقول لك كمسة الحل خير من سوري الباب، ولذلك حاولت أن أكون قاسيا كقارئ وكمتغلف على نور الدين طيبي، وكنت أمنعه من أن يخرج على الناس إلا بما في قلبه وبشكل جمالي يشرف الكتابة في الجزائر ويشرف الكتابة الشعرية عموما. لو اخترنا واحدة من هذه القصائد على الأقل فاتحة للحوارات، وأترك مجال اختيار إن شئت من زغرودة الماء أو من ذكرتك إن كنت تحفظ بعض جديد القصائد. سأقرأ من مجموعة أخرى عنوانها الأوانيس وما يسع البحار، نصا أنه بكى. شكرا نور الدين. بالطبع. لما يستبد بسقسطة العندليب لدى رعشة الدوحي؟ لما في سراديب روح إلى الجزر المطمئنة حين عبير تلمسها وهي بكر من الناكثين على جزر القلب فرق من العابرين وقد عبروا في الظلال. لما هو شرط لمن ملكت سرة الحفر في العمر، حدثها هدهد السر بالسر، قالت مشيئة هذا الذي يتوعدني بانتراب حباحبة في كأسها أو نزيفا على حد أحدابها. لما في جزائر أوردتي من شواطئ تستلني للحنين وذات الوجع، أتيت وتلك يمينك فارغة من أصابعها تتهج البراق المعتق بالصحت تسأله قدرا مورقا واندلاع أغاني المسك الثاني. تأخرت، هل بعد كل مسيرك نبهك العمر ألا طريق حتى اشتكات كثيرا تضيئني ثم تنسى دمي في الغبار، تؤججني بحكايا النهار وتوغل سلطنة تقضم مني الرؤى وتسلمني لحواترها الكائنات الدوار.
أتيت؟ وهل بعد كل الذي رفص العمر وانقبس في المدار أتيت؟ وذا قمر حيرته كمنجات نور تقول البهاء الذي عزفته تضاريسه في اختيار البويجات ملح الحنين إلى شجر الضوء أعطل أسئلتي عن رحيق بروحك يتمه التيه أنت رفيق الطريق التي لا طريق أتيت اهتديت إلي أخيرا وأشهدت سعد الرجاء إلى قمر يتدلى على دوح حيرته أقول النزيف وحيدا وأنت هنا أغني وتلك أصابعه غلقت دون ملح الأغاني الكلام لما فتح الكون لي من حرائق أعددت بحري لما زرعت في يقين الأغاني حدائق غنيت عمري لما بذلت شفتاها لصرخات روحي زوارق أولت سكري لما فرشت مقلتاي لسيدة السحر في النمارق عتقت صبري أتيت وحملي ثقيل عليك وما مرفأ في الأفق بعناق المرور التي بشما أرسلت من يديها عوالم من رقصات النسائم في روحي أذكري رمح الأغاني سلاسيب صحوي فأستدرج الكلمات إلى رجان المباهج أطلق جمع ظنوني بما سرب القلب من عندليب الرضيع وأغري الشموس بشلال فتنتها إذ يحط جزائر تستل إلى كل الذوات تبهت بهن الشموس وخيبنها إذ أطل على الكون من قيقظت بنخيل دمي ثم أوجاعه وزغاريد صحوته لعناق المزف تبقي بما مات العمر من فرح جن قوس قزح اشتعال كواكب في شمعدان الرأس تدل نهار الرمامة أسمعني عطره النهوند وأبرق في المطاح بارتفامي بسهد المسافة أرخت بالشاقات لبحر المشيئة أسرعت باب احتمال اليقين ولقنت ساعة حزن عقاربها مرغتني العقارب في الخفقات على حائط من ثواني الفجر أسي حفيا بضوء تقاطر من قربة الوعد أنثى كل المسرة من نهد عطر تراها لسمعي ذات حنين تخضبت بالورد ثم صفوت إلى عدة الوعد هيأت قافلة الوزد للورد إني دخان تضوع من خيمة الند تماهيت في حمرة الخد حين استحال رسول بما سبب الورد ناديت يا ماء يا ماء شكرا نردين طيبي. وهذا الظمأ يتواصل ولو هو القادح لكتابة هذه الإبداعات الشعرية. لست أدري كيف يمكن يتعامل الشاعر مع شاعر آخر وهو يصغي إليها. علي بوزوالغ، كنت تستمع إلى قصيدة نردين طيبي، ولكن لعلها حركت فيك أيضا حنينا إلى قصائد ماضية. من أين تأتي القصيدة بالنسبة لعلي بوزوالغ؟ أشكركم وأشكر أخي نور الدين طيبي على هذه القصيدة الجميلة. وفي الحقيقة مش غير هذه القصيدة في عود جميلة، لكن هناك كل قصائده تشتعل بالجمال لكن هو الأجمل منها رائعة. أكيد ربما. إذن القصيدة تأتي من أماكن عديدة، من فضاءات عديدة، تنسرب في دواخلنا وتذهب باتجاه الآخر. ربما هو الشعر الوحيد الذي لا نستطيع تحديد فضاءه، لا نستطيع تحديد مكان القصيدة. القصيدة تأتي هكذا فجأة ومن جميع الجهات على غير ميعاد سابق. أي نعم، أكيد. نعم. لو استمعنا إلى واحدة من قصائد علي بوزوالغ، أنا سأختار لك بين نصوصي التي كتبتها أخيرا واحدة قصيدة بعنوان نحن. إذن أقول نحن، ما السماء، ما الهواء، ما الدواء، جهنم مشوى، وليمة إذن، أين شوكتك، أين سكينك، خذ عدتك،
ما الحبيبة، ما العشيقة، ما الصديقة، مهبط الملح في تاريخ الطعام، ما الطريقة، ما الوثيقة، ما الحقيقة، أن نحن نرافق الميت إلى بيته في العراق، نعود خائبين أو مزهوين، لا أحد تخطى ردهة بابه إلى صالونه على الأقل، استراح على الأريكة وأوقظ التلفاز، لا أحد استراح من الماوراء، ما الصعود، ما النزول، ما السمو باتجاه زيتونة حرة يتكئ إلى جذعها الواحد في ظل نهار ضئيل تحيط به الأغاني التي سحبوها من حنجرة المغني الذي ترك عنده النحن ما يليق، ما الذهاب، ما الإياب، ما المرور عرضا إلى ساحة قد تكون امرأة أو غنام، ما النصيصة، ما المسيرة، ما القصيدة إذا لم تكن خطها الصاعد من شعيرة العشق باتجاه بالية استعصت على عاصر الأيام، ما الأميرة، ما الأرض القديمة، ما النديمة، آه إن افتقدت قعدتها لكنها أطلت من نافذة في السطر، السطر في رواية، الرواية كنت أقرأها وكنت أضيء، ما النعام، ما الخصام، ما النظام، أليسه الذئب استفرد بالقطيع، قطيع نحن يصرخ في جهات الظل، ما الصرخة، ما الصحوة، ما الطورة، إذا لم تكن نحن يدب في المسارات الطالعة من استيقاظ النهار، ما الإسلامية، ما النصرانية، ما الديمقراطية، إذا لم تكن نحن يعود مساء وفي قفته فرحا يتعشاه، ما الطهارة، ما الفقارة، ما الحضارة، إذا لم تكن نحن يتجه إلى يسار القبيلة كي يرى وطنا في حليب الإياب. ممتاز علي، وأكيد أشهد أني مقصر في حق هذه الإبداعات الجزائرية، ونرجو أن تساهم الاتفاقية القادمة في مد هذه الجسور وتعريف القارئ التونسي بهذه الإبداعات وبأخرى. يوسف شجرة، لكيد فرصة لكي نمد الجسور ونتجاوز ربما عوائق السياسي أو ما فعلته بناء السياسة. المشهد الأدبي في الجزائر اليوم، عندما نذكر الجزائر دائما نذكر محمد أخضر الساحي، مفدي زكريا، ولكن مثل ما يذكر الناس من الأدب التونسي محمود المسعدي وأبو القاسم الشابي، بينما هما شجرتان تخفيان غابة كاملة من المبدعين، والأمر نفسه في الجزائر. أخي محمد، أنت لست مقصرا، ودليلك أنك معنا اليوم تستمع مع المستمعي إذاعة المستير لهذه الأصوات المبدعة من الجيل الجديد الشاب، والمشهد الأدبي في كل أقطار بلداننا العربية هو أزهى وأكثر نتاجا، لكن المشكل أعتقد أنه في الجانب الترويجي والإعلامي وتبادل النتاج بين الدول العربية عموما وليس الجزائر وتونس فقط. وإذا كان تكلمنا بين الجزائر وتونس ففي الحقيقة أن التقصير كبير وكبير جدا، لأن القطرين لا مسافة تفصل بينهما. أعتقد كان من المفروض أن تكون التبادل في أعلى مستوياته، لكن نتمنى من خلال هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أن تكون فاتحة الخير والبوابة الكبيرة لهذا للترويج للنتاج
نتاج الأدباء من كل الأجيال وليس الجيل الحديث فقط وإنما كل الأجيال، لأن هناك كنوز كثيرة ما زلنا لم نقرأ عنها بعد ولم نكتب عنها، وكثير من الأشياء المخفية من الدرر نريد أن نستمتع بها. لأنه يخجلني أخي يوسف أن تكون زغرودة الماء مثلا صدرت قبل سنة 2000 ولم أطلع عليها إلا منذ ليلتين، وعندما تسلمتها من نور الدين الطيبي لم استطع النوم إلا بعد أن أتيت عليها واستمتعت بنصوصها الجميلة، وأرجو أن يكون نفس الشيء مع إبداعات علي بوزوالغ. وكنا التقينا قبل يوسف في جدليان وعرفت شعرك من خلال مجموعتين تسلمتهما يومها. قبل أن نواصل الحديث أريد أن أهدي أخي نور الدين. نور الدين، نعم. تحدثنا كثيرا عن الحب وعن العلاقات وكل هذه، أريد أن أهديك أغنية تونسية قبل أن أهديك أيضا أغنية جزائرية. البارح كان عمري 20، لكن الأغنية التونسية أرجو أن تصغي إلى كلماتها جيدا، هذه الكلمات البسيطة المعبرة التي فيها من العفوية ولكن فيها من العمق الكثير. يمكن تتحدث عن أشياء كثيرة، ستجد نفسك لا شك في كلمات أدم فتحي والحان وغناء لطفي بوشناق. ومصي قلبي ما يحبش
وشوية شوية ضحكت لي دمعت عيني ومدت لي وشوية شوية ضحكت لي دمعت عيني ومدت لي روحي بيدي شامت لي وشوية شوية ضحكت لي دمعت عيني ومدت لي وشوية شوية ضحكت لي دمعت عيني ومدت لك روحي بيدي شامت لي حالف ما نحبش عودة إلى سياحة في كتاب وعلى وإلى الأصدقاء الأدباء الجزائريين نور الدين الطيبي. أي شعمت لك؟ أنا ما عنديش. لا إحنا عندنا نص أولاً موسيقى لا تحس بها بأنك بعيد عن بيتك وعن عن ألفتك الموسيقية في الجزائر وفي الوطن العربي عموما. الكلمات صادقة جدا وأخذتني إلى نفسي وإلى إنساني جميلة جدا. شعر جميل والصوت أيضا جميل. هي تحفة فنية يصدقني كنت لا تنتهي هذه الأغنية.
لكن القصوى شيء من الماء الذي يسكن كل قصائدك. الماء الماء يسكن كل قصائدك، وهذه الأغنية ينقصها هذا الماء الذي يسكن شعر نور الدين طيبي. لا لاحظ بأنك عندما تتحدث أيضا عن دموع، دموع فرح ودموع حزن زيهم، الماء هي مائية ويشاركنا فرحنا يجري في جنبها. الماء هو الحياة، حتى وإن سال حزن فهو أيضا نوع من نوع التعبير على أن نحيا الحياة ونحسها ونعيشها. يوسف شجرة، المشهد الأدبي على مناظر مثلا في تونس نجد أن الشعر ينتصر على أغلب الفنون الأدبية الأخرى، وربما القصة القصيرة صارت في انحسار في السنوات الأخيرة، بخلاف الستينات والسبعينات كانت القصة القصيرة مزدهرة، الرواية عادت إلى الظهور، ولكن يبقى الشعر له الحضور الأكبر، وإن كان أحيانا كثير من الناس ينتسبون إلى الشعر بغير وجه حق من خلال تسميات عديدة تدعي الشعر وهي ليست منه. المشهد الأدبي في الجزائر هل يعيش نفس الإشكالية، أي الحضور ربما الشفوية، حضور الشعر على بقية الفنون الأدبية، أم أن المشهد النقدي يساهم في تعديل كفة وإبراز الجانب السردي ربما على الجانب الشعري؟ صديقي محمد، المؤكد هو أن الشعر لم يموت في وجدان الإنسان العربي، لأن الشعر ديوان العرب، لكن الجديد في الساحة الأدبية الجزائرية بالتحديد بدأت تطغى عليها الرواية كعنصر وافد، وأنت تعرف أن الأشياء الجديدة دائما مرغوب فيها، والشعر دائما له المكانة الخاصة في الملتقيات وفي المنابر، لأن يجد الموقع الاستراتيجي له في الإلقاء. لا يمكن أن نقرأ قصة أو نقرأ رواية أو فصل، أما الإنشاد حاضر، الإنشاد دائما حاضر، ولكن لما تمعنا في المشهد الأدبي نجد أن الرواية هي أكثر صدور وإنتاج. الدراسات والبحوث والنقاد هم عبارة على الميزان الذي يعدل بين كل الكفات، أما الرواية القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا والغنضة وغيرها من الأشياء هذه من العناصر، أعتقد أنها صحيح كتبها اتجهوا إلى الرواية وإلى أجناس أخرى، ربما لأن القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، حتى الأسماء اللي كانت تنتج هي في منذ زمن هي قليلة جدا، ليست بحجم الشعراء وبحجم الروائيين، وهذا شيء طبيعي لأن الاحتكاك والقراءات هي تؤثر بعضها ببعض في المشرق العربي وحتى بالمشهد الأوروبي، وخاصة في المدة الأخيرة بدأت الرواية في أمريكا وإفريقيا لها تأثير وسحر آخر. هل حاولت يوسف أو جربت فن السرد والرواية بصيغة خاصة؟ أعرف أن شعراء كثيرين كتبوا روايات أو انتهوا إلى كتابة الرواية، مصف الوهابي في تونس أصدر في المدة الأخيرة رواية، سعد يوسف أصدر الرواية، هل فكرت أصلا في أن تنتقل من الكتابة الشعرية إلى رواية؟ صديقي محمد، أنا أؤمن أو لا أؤمن بتعدد الزوجات، وكل اهتماماتي منذ بدأت الكتابة ما انحصرت في الشعر، و
أنا وفي لكتابة الشعر، ليس لي رغبة في كتابة الرواية ولا القصة. ربما في البدايات الأولى جدا كانت هناك بعض المحاولات البسيطة والنادرة في القصة، ولكن أنا لا أعتقد أنني كتبت قصة ولا أؤمن أنني كتبت قصة إطلاقا. كل كتاباتي كانت في الشعر، وأنا مولع بكتابة الشعر، وأيضا لا أرى أنني في المستقبل على الأقل القريب سأذهب إلى كتابة الرواية أو السرد، ولكن قراءاتي في السرد أكثر من الشعر. هذا هو. في انتظار أن نستمع إلى قصيدة منك، انتقل إلى علي بوزوالغ. علي، نفس القضية، هل شغلتك الكتابة السردية أم أنك أيضا مثل يوسف تقف عند أو تكتفي بتزوج القصيدة؟ ربما الأمر يختلف بالنسبة إلي، لأن وهذا لا يعرفه حتى يعني الجزائريين من إخوة الكتاب، أني كتبت القصة القصيرة في فترة معينة، ولا أزال للآن أكتبها من حين لآخر، ولكن كنت أنشرها باسم مستعار في الجرائد الجزائرية. هذا كسب لهذه القصة. هذه يعني معلومة ربما نسردها لأول مرة. وشكرا علي. وعندي مجموعة كبيرة من القصص القصيرة، تقريبا بما يساوي مجموعة ومجموعة ونصف من القصص القصيرة. هذا الأمر جاء يعني لأنه بعض المواضيع ربما التي لم أستطع أن أحيطها أو شعريا، فضلت أني أصبها في قالب قصصي، لأنه طبيعة المواضيع أو طبيعة ما أتناوله في تلك النصوص يقتضي من بنيها في معمار قصة قصيرة. أنا شوقتنا إلى قراءة هذه القصص، ونرجو أن تكون منشورة قريبا جدا، ولعل أعرف ربما موقعك في اتحاد الكتاب الجزائريين نائبا للرئيس يحرجك من أن تبادر إلى إدراج مجموعاتك أنت ربما قبل غيرك، ولكن نحرص على أن نكتشف علي بوزوالغ السارد مثل ما نعرف علي الشاعر. نعم، إن شاء الله إن شاء الله قريبا. يوسف، هل استحضرت قصيدة لسهرة هذا المساء؟ سأقرأ نص قديم في 2007 عنوانه لعنة الحلم. يولي كابوس ما عادش حلم. أنا عندي تضاد كثير في ثنائيات هذه. بالطبع. تمر السنون، تجيء السنون، وشرفتي لم تزل مثل ما كانت، وكنت على شفا ستائرها البيض، لم يتغير محياها الخجول، والغبار العاشق لأطرافها الممتدة لم يزل قابعا ينتظر، يحاور أحيانا خيوط الشمس وأخرى مزن المطر وحبات الثلج، ويذوب من جديد كي يولد مرة أخرى من رحم أعلن كفره عن زيغ القصائد المطرفات. لم يفهم مثلي مواءها قطة التي أنجبت اثنين، هي الأخرى تحب المتنبي وتجادل أحيانا أراء أبي تمام، ترفض انصياعها لغباء اللغة وتعلن صراحة خروجها عن مذهب الرايات الحمر، هي لم تلتقي كلاب المدينة في عرسهم الجديد لأن ناخ البحر هذه الأيام يحدث الغثاء،
ويزيد من دوران العقارب ويعطي هامشا للمناورة، هي لا تدور حين تدور ولا تؤمن بتعدد الزوجات والمذاهب والقبائل والدماء، لأن المواجع بآياتنا أن الحب واحد والوطن للجميع. فلماذا إذن لا نغني للطيور العائدة في الأحلام البصرى؟ ولماذا إذن لا نغني للقمر ما ترسب وما لم ينتظر؟ أنا لا أفهم معنى النفس الأمارة بالحب أو همس الشيطان للتفاحة كي تعلن العصيان. لم أفهم تماما لماذا تشتعل الشطآن غيرة وتلتهب من نافورة البيت العتيق. ثم تعجبت للنخل كيف يموت إذا استقى الناذلون من قلبه وانتشوا شربا للعرق، وتأكل القطط أولادها إذا أحست بالأرق. فكيف إذن لا يموت الشعراء إذا استقى الرعاة من دمهم وسكروا؟ وكيف لا تموت القصائد إذا ساح خمرها على صفحات لعب القمار؟ وكيف لا تموت الصفحات إذا لم تعد مسرحا للعب الشطرنج أو مقابر لأوجاعنا وأحلام البسطاء؟ لكن كل الذي فهمته الآن أن عصفوري المغرد بالأحلام والمنى أوقفته الجمارك عند باب مدينتنا كي لا يدخل الروح ثانية ويعشش في أوجاع الفقراء، وإذا لا يتغنى كل صباح كما عودنا بهزائم تجعل منا زعماء. هكذا صرح إمام الدشرة حين استيقظ من الحلم وعاد مزهوا لهذا الفضاء. جميل، لفظ فوق يوسف شجرة. نور الدين طيبي، عندما نقرأ زغرودة الماء نحس أنك شاعر مجدود إلى المطلق، إلى الإيقاع الإنساني. وجدت إشارتين مرجعيتين فقط في هذه المجموعة، واحدة إلى المرحوم بخت بن عودة، والملاحظة الثانية في دعوة لفرح، وهي آخر قصيدة في المجموعة، وأنت تخاطب يا الجزائر بعضي دم فاضح وأحبك. هذا الامتداد مع الكونية مع المطلق يكسب شعرك ربما بصمات أخرى. هل تفضل أن يكون فعلا شعرا إنسانيا حتى وإن غابت عنه اللمسات المحلية؟ عندما تكون شاعرا فأنت بضرورة إنسان، هذا من تحصيل حس، عندما تكون صادقا مع ذاتك ومنسجما مع ذاتك ومع محليتك ومع وحيدتين لك، الضرورة ستجد فيك الإنسان وكل إنسان فيك إنسانة. ولذلك فإن المطلق موجود فيك لما كنت صادقا مع ذاتك، لما كنت أنت الإنسان، كلما استطعت أن تلجا إلى مطلق الإنسان، إلى مطلق المحبة، إلى مطلق الفرح وحده. هل فكرت في نقل هذا الشعر إلى اللغة الفرنسية على الأقل في مرحلة أولى؟ هل فكرت أو سعيت إلى ترجمة قصائدك إلى العالم، إلى اللغة الفرنسية وإلى لغات أخرى، أنت أو غيرك فعل الترجمة في الشعر؟ أنا أولاً أكتب أكتب بالفرنسية وأكتب بالعربية وأكتب القصة القصيرة. لماذا؟ لكن المعروف أني شاعر باللغة العربية أكثر من غيري. قرأت أنك تدرس الفرنسية. أنا أرى أنه لا يمكن للشاعر بقدر ما نصوصه إلا وهو يجبه قصة أخرى. بل الشعر هي بقدر ما يخيلها الشعر بقدر ما هي وسيلة أن تصل إلى الآخر الذي لا يفهم اللغة. وبالتالي
هناك في الميلاد هل ترسم أنت نصوصه حتى تصل إلى الآخر، أم أنك تدرس تترك المتذوق لشعرك الذي يتقن اللغة الأخرى تترك له أن يوصلك إلى الإنسان الذي تكتب عنه وهو الموجود في كل مكان؟ الشعر في حقيقته والأدب عموما هو ترجمة، وترجمة لأحاسيس لمشاعر لأفكار لمتكئات ثقافية وحضارية، والإنسان ككل والإنسان محيط بك المؤثر فيك والمتأثر فيك. فالكتابة في حد ذاتها ترجمة، قد تكون أو قد تصل إلى أن تترجم الواقع كما هو أو أن تكتب الواقع الذي هو أكثر واقعية من الواقع وهكذا. أظن بأنه السؤال الترجمة هو سؤال اللغة، وأنا استمعت أو قرأت قصائدي من لا يفهمون العربية وقالوا لي أنهم أحسوها وتأثروا بها، وسمعت أنونيس يقرأ باللغة العربية ويتأثر له الإنجليزي والفرنسي موجودان في جلسة من الجلسات هكذا. جميل، والأكيد أن فعل الترجمة من الهواجس التي تؤرق أو تشغل على الأقل لنقول الاتحاد الكتاب الجزائريين، فلهذا في من بين المشاغل عندهم رابطة الترجمة والأداب الأجنبية. يوسف، نعم هناك اتحاد على مستوى القيادة أنشأ رابطات، من بين هذه الرابطات رابطة الترجمة لتكون رافدا مكملا و مشجعا لانتشار الأدب العربي في بلغة الآخر وتتخطى الحدود. وأعتقد أن كثير من الكتب ترجمت إلى اللغة الفرنسية وإلى لغات أخرى من خلال سنة الجزائر بفرنسا، حيث تم ترجمة أكثر من 200 عنوان دفعة واحدة. ممتاز. واتحاد الكتاب استفاد كبيرة جدا من هذه الترجمات لأسماء متعددة من الشعراء والقصصين وغيرها، واستفدنا من هذه الترجمة للأسماء تداولت في منابر عالمية أخرى، وكسرنا تلك القيود التي كانت تطوق الشاعر الجزائري المحلي باللغة العربية وأبقى يدور في فلك واحد. أردنا أن يطير ويحلق ويتذوق الآخر ما يحس به المبدع الجزائري. أخي يوسف، في الواقع أردت أو حرصت على أن تكونوا معي في هذا الاستوديو مباشرة، ولكن ظروف العودة وتعجل العودة حرمنا من هذا. أرجو أن تكون الزيارة القادمة إلى المنسير وسوسة والمهدية وباقي جهات الجمهورية، وتكونون معنا في هذا الاستوديو في أكثر من لقاء وفي أكثر من تسجيل. شكري يتجدد إليك يوسف شقرة، رئيس اتحاد كتاب الجزائريين، الشاعر نور الدين تيبي نائب الرئيس، والشاعر علي بوزوالغ، والبارح التقينا والبارح كان عمري 20. إلى اللقاء.
لك احبابي الليل والتجار والحال وحنا يا صرامي البارح وانا سايب شبابي عاجب لك احبابي الليل والتجار والحال وحنا يا صرامي بدعت الرياح عذابي تخضرني عربي واللي نحوسه وكل ما كاتب قبل عليه الباح الباح يا عمر يا شيرين يا عمر يا شيرين يا شيرين يا عمر يا شيرين كنت يا عمر يا شيرين.